بخير متابعينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من بوليميك رياضي اللي كتابعوا معنا كل مساء على قناه شعب، قناه شوف تي في، وكذلك شوف سبور، دائما في مناقشه الحصيله ديال الحصيله التقنيه لمؤجلات الدوره الثالثه. تابعنا ثلاثه ديال المقابلات منذ الساعة الرابعة، اللقاء الأول اللي جمع ما بين فريق الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي، واللقاء الثاني اللي كذلك جمع ما بين فريق الرجاء والفتح الرياضي، واللقاء الأخير اللي جمع ما بين النهضة البركانية واتحاد طنجة. المؤجلات عن الدورة الثالثة غادي نحاولوا في هذه الفسحة الزمنية أننا نناقشوا وإياكم يعني المردودية ديال هاد المقابلات تقنيا، ونشوفوا حتى المستوى ديال البطولة مع ابتداء هاد الموسم أين وصل، لأن بزاف ديال الفرق كتخلق المفاجآت رغم الإشكاليات المادية والتسييرية. اللي غادي يرافقني في هاد الفسحة الزمنية المباشرة سي محمد أرمومن، أهلا ومرحبا بك. أهلا سي خالد، أهلا سي طلحة ومخرج إلياس. كذلك معنا سي مصطفى طلحة. مصطفى مساء الخير. مساء الخير خالد، مساء الخير شمس العشية، مساء الخير الأخ والصديق السي إلياس، لأنه يوم تاريخي بالنسبة سي محمد أرمومن. نتمنى إن شاء الله القادم يكون أفضل فيما تبقى إن شاء الله من الجولات إن شاء الله المقبلة، اللي مازال إن شاء الله عنده ثقة أنه غيسترجع ما فات. كنتمنى كل التوفيق للفرق الوطنية. كذلك تحية للسي إلياس. متابعينا الكرام، يمكن لكم أنكم تفاعلوا معنا في هذا المباشر عبر ستريمينج المباشر لهذه الحلقة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، كما يمكن لكم أنكم تواصلوا معنا عبر رقم البرنامج اللي غادي تتابعوه اللي غادي يكون مبين أسفل الشاشة. الله يحفظك. اليوم جديدة يعني بعد الهزيمة أمام الوداد، كتنتفض اليوم أمام فريق اللي هو من المرشحين الأولين في هذه البطولة أمام فريق الجيش الملكي اللي الكل كيضرب ليه ألف حساب. كيفاش بان لك المستوى ديال الدفاع الحسني الجديدي اليوم؟ شوف باش نكون واعيين، رغم الهزيمة ضد الوداد الدفاع الحسني الجديدي كيدير مباراة مقبولة، تسلوا على الشوط الأول، واللي عجبني هما خرجوا لعبوا كره مع الوداد. تيبان لك بان تكتيكيا فريق اللي منظم، عندهم لاعبين عندهم تجربه، تنهضروا على العجون في وسط الميدان، تنهضروا على لاعبين عندهم تجربه الكبيره. اليوم لعبوا ضد الجيش، داروا ماتش اللي كبير، استحوذوا على كل مجريات المباراه. الجيش ما كانوش في النهار ديالهم اليوم، الجيش ما كانوش، كانوا كلهم خارجين ولو هجمه في 90 دقيقه. كانت المباراه بالنسبه لي هادي خص فريق الجيش مو هاد المباراة خصو يدير واحد العمل اللي كبير. ما نقولوش المدرب، ما نقولوش، كنهضروا على المجموعة، لأن بزاف ديال اللاعبين في الجيش باقي ما وصلوش للطوب ديالهم. وخير دليل تنهضروا على الكابيتان ديال الفريق، العام اللي فات كان هاد الفرقة كلها كان تسجل أهداف، كان تزيد العددية، كان لاعب اللي محوري في فريق الملكي. هاد السنة باقي ما لقاش الفورمة ديالو، واش الاستعدادات ديال الموسم ما كانتش بالشكل، لأن واحد الوقيته كنا نعرفوا بأنه كان يهضر مع الفريق على جد العقد ديالو، واش ما بداش التداري في الوقت المناسب، لان حريمات ديال العام اللي فات ماشي حريمات ديال بدايه ديال الموسم. تمنى ان شاء الله باش يرجع المستوى ديالو. الدفاع الحسني الجديد ما سرقاتش الانتصار بالعكس، اليوم كانوا فريق منظم، اللاعبين اللي تم استقطاب ديالهم تيقنوا مباريات اللي كبيره، وراه قلت لك انا ناخذوا حد ما تتهضر على الفرق، تهضر على المباريات الكبيره اللي لعبوا. ضد الوداد راه ضيعوا اربعه الاهداف اللي محققه للتسجيل، وصلوا البوطو ولكن ضيعوا. اليوم تنظر بانهم سجلوا، قدروا يحافظوا على الهدف ديالهم. فهاني الدفاع الحسني الجديدي، مجموعه اللي قويه، مدرب اللي تعرف يجيري المجموعه اللي عنده. فاليوم باش تكونوا نقولوا كلمه واحده، الجديده ما سرقوش انتصار، بالعكس كانوا انتصروا بهدف وكانوا انتصروا باكثر من هدف، لان اليوم الجيش انهزمات لانها ما كانتش في النهار ديالهم. الجيش اليوم انهزمات. بالنسبه لك مصطفى، شنو الفرق ما بين جديده ديال الوداد وجديده ديال اليوم كونتر الجيش؟ جديده بدات بدايه موفقه هذا الموسم ضد الوداد، رغم الهزيمه راه تكلمنا على ابله البلاء احسن، قدمت مستوى جيد، يعني كانت هي الباديه بالتسجيل، ردت فعل كان ديال الوداد، يعني دارت مقابله مقبوله من بدايه الموسم. هذا نتيجه ديالاش؟ نتيجه ديال الاستقرار، ونتيجه ديال الحظ، واحد الثمار ديالاش ديال المنتوج ديال الموسم الماضي. يعني بالامس تكلمنا انا وسي ارمومن مع السي عبد العزيز الدنيبي، وتكلمنا على الاخطاء اللي كيديروا يعني المسيرين، فاش كتبني واحد الفريق مع واحد المسير مثلا في القسم الوطني الثاني، كتجي القسم الوطني الاول كتريب كل شيء. هذا هو الاخطاء اللي كنقولوها وكنكرروها. ها والان ولا كيبان لك بوادر ديال فريق قوي
دار مقابلة الأولى فاز على نتعادل مع السوالم، فاز على زمامرة، نهزم مع ودار مقابلة مقبولة مع فريق الوداد، واليوم فاز عن جدارة واستحقاق ولم يسرق الانتصار على فريق الجيش الملكي. يعني دخل بشكل جيد الأجواء ديال القسم الوطني الأول، كيبالك هذا نتيجة استقرار الطاقم التقني للركائز واللاعبين اللي كان كيعتمد عليهم الفريق، والمدرب البرتغالي الموسم الماضي تقريبا اللي بقاو ضاف لهم واحد الخمسة ولا أربعة لاعبين اللي جاوا عطاو الإضافة والبليز ودخلوا بسرعة داخل المنظومة ديال الدفاع حسن الجديدي. اليوم كنقول لك بأن حظ ثمار ديال واحد العمل اللي تقام هذه، كنقول له برافو للمكتب المسير، وهذه الأخطاء اللي كانت كترتكب ها هما بداو كيستافدوا منها المكتب المسير، وما باغيش ينزل نفس الأخطاء ويطيح نفس الأخطاء ديال المواسم اللي خلات الفريق سقط من خلال القسم الوطني الثاني. برافو الفريق الدفاع حسن الجديدي، مقابلة جيدة على المستوى التكتيكي، كانت عندهم قراءات جيدة بالنسبة للخصم اللي هو خصم قوي من طينة فريق الجيش الملكي، بالتركيبة ديالو بالمجموعة ديالو بالنتائج ديالو هذا الموسم، بالاستقرار تاهو على المستوى اللاعبين واللاعبين اللي جاب هذا الموسم. اليوم الى شفنا اللي شاهد المقابلة قال بان الجيش الملكي ماشي كان ضعيف، فريق الدفاع حسن الجديدي اللي عرف كيفاش من اين تؤكل الكتيف، كيفاش يتواجه الجيش وكيفاش ينتصر عليه، عرف كيفاش يسجل، عرف كيفاش يتماشى مع مجريات المقابله. قلت لك كانت عنده قراءات جيده بالنسبه للجيش الملكي، مقابله اللي بالنسبه لي غتكون هي مفتاح ديال الانطلاقه ديال الفريق الدفاع حسن الجديدي، لان بوادر فريق مستقبلي كاين على الدفاع حسن الجديدي. برافو الدفاع حسن الجديدي، هارد لاك لفريق الجيش الملكي. كتبقى هذه هي من المقابلات اللي دائما غنستافد منهم الجيش الملكي، كنعرفوا بان ما غتمشيش الموسم كامل انك غادي تكون عندك انتصارات، ولكن هذه كنت واحد بيني وبينك اليوم حتى واحد زعما ما كان على الورق، على الورق ما تهضرش معايا على الورق، الورق كلشي كيقول الدفاع الجيش غتنتصر، ولكن في الميدان راه صوره اخرى وامور اخرى كانت في الميدان. الجيش غتكون هذه اللي غتدخل لها غتكون عندها استفاقه للموسم، لان الموسم باقي خصوصا على المستوى الافريقي، لان هذه غنعرفوا الجيش كاين عنده لاعبين عنده، ولكن مزيان باش يستافد من حتى المدرب يعرف بان الجيش راه مقبل على مقابله قويه على مستوى المجموعات، وغتولي دابا تمشي عندها سفاريات وغترجع للبطوله. هنا بان بانها هي لعبت غير الماتشات على المستوى التمهيدي، جيتي لعبتي مقابله يوم الاحد مقابله يوم الاربعاء، راه بنتي اليوم كيفاش بان الفريق؟ ماشي بنتي ولا واحد القضيه، لان اليوم الجيش وبركان ما جا الرجاء في الاول كنهضروا عليه، لان اليوم الرجاء قدرت بانها تفاليدي اللاعبين ديالها ويدخلوا. الجيش راه عنده 22 لاعب وثلاثه، يعني ما مقبول ما رجعوش هذا الفيلم ديال لعبوا برا ولعبوا لداخل، ما نهضروش على هذا الفيلم. دابا هنا قلت لك هذه اليوم فريق الجيش الملكي اش غيدخل المعقول، غيدخل الاصعب، غيدي يلعب غيولي عنده، لان عندك لاعبين عندك انتدابات عندك جوج فراقي، يعني ما عندكش الان الجمهور ما كاينش شي حاجه سميتها يعني انني غتقول لي لا راه ما كاينش في نهاري، لا عندي لاعبين مصابين، لا ما كاينش، الجمهور ما يقبلش هذا الشيء دابا ديال الجيش. الجمهور باغي فريق نموذجي، باغي اللي دخل خصو يقضي بنفس اللاعب اللي ما حاضرش، ورا اللي دخل خصو يقضي. عرفتي علاش؟ انك ما جايبش لاعبين احتياطيين، راك جايب لاعبين اللي كانوا نجوم فروق ديالهم، جايب لاعبين اللي عندهم سومه كبيره باول حاجه ماديه وعندهم سمعه كبيره في المغرب. يعني اليوم فاش غنبداو نهضروا حنا لا راه مشيتي لافريك، لا مشيتي لافريك، لا هذا راه حاجه تبريرات اللي ما خصناش نعطيو عليها، علاش ما كاينش اعطاء؟ لان انت بالبدايه ديال الموسم عارف بانك داخل على ثلاثه ديال الواجهات، فاش تكون لعبت ثلاثه الواجهات اللاعبين اللي تيجيو خصهم يعرفوا بان اليوم غتلعب غدا ما تلعبش. ولكن ما نقولش اليوم لا راه عندك موقف ديال 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 الماتشات، لا اليوم الجيش الملكي ما كانش الطوب ديالها، كاين اللاعبين اللي قلت لك اللي هما انا تيبان لي واحد اللي باقي في الفورمه ديالو وزحزوح والواحد اللي في هذه المباريات اللي باقي كيعطينا نفس المردود، لا المردود العام، لا نهضروا على المباريات الافريقيه، لا نهضروا على البطوله الوطنيه، لاعب اللي تيقدر بانه يخلق فرص، اما بعض اللاعبين اللي كانوا العام اللي فات، وانا قلت لك واهمهم هو الكابيتان اللي نتمنى بانه رجع الفورمه ديالو، لان الرجوع الفورما ديال الحريمات فرجوع القوه ديال الفريق الشمالي لحد الان تنقولوا بانه بقى ما دايرش مع الكره، واش بشكل بدني ولا مشكل اخر. فاليوم نكونوا واقعين، الجيش ما كانوش في الماتش، ما كانوش، ما نبغي نقول لك نجم مباراه ما غعطيش لك، ولكن جديده عرفات بانها، لان اليوم خصنا
نحيدوا الكلام من راسنا ديال لا دابا مدريد خسروا اليوم غيمشيو يقولوا لا لعبنا بزاف لا تيقولوا اليوم كناش في النهار ديالنا. داكشي اللي غادي يتقال على الجيش اليوم يتقال حتى على جديده. لا الله يرحمك الوالدين جديده راه ما عندهاش عناصر بحال عند الجيش بحال عند الجيش. الا حيدتي واحد 10 اللعابه اللي نقولوا بانهم علاش انا جديده تقدر تجيب رون بلاص وتخدم عليه من عام عامين. الجيش لما جيب لعبوا لا من ناحيه الماديه لا من ناحيه السميه. ولا سمحتي لي اسمح حتى واحد الاشاره شار ليها مصطفى اللي هي ان جديده ما خطاتش واحد الخطا اللي كيديروا الفرق اللي صاعده من القسم الوطني الثاني. هذاك مشكل اللي كبير. دابا حنا نهضروا على لان الجيش نهضروا على في جوج ديال الماتشات خذت نقطه واحده جوج الماتشات ودابا يتنافس على البطوله. راه صعيب بانك جوج الماتشات تاخذ نقطه. حنا نعرفوا ان البطوله ديالنا وقت ما شتي شي الفورمات تقدر ديها. ولكن نهضروا حنا على جوج المباريات اللي الجيش كانت فيهم مستوى ضعيف لا الشوط الثاني ضد بركان لا اليوم في هذه المباراه. فعلى المدرب شاف دور الفريق راه كاينه واحد الاستراتيجيه في دور الفريق. ما بقاش اليوم ما تدور الفريق غنجي غندخل خمسه ولا سته لكن واحد الاستراتيجيه باش تدور الفريق شويه بشويه. حتى اليوم ما تنخلي داك العمود الفقري ديال الفريق تلعب بعض اللاعبين مثلا في اريا درواك ك ك ك كظهير ايسر اتاكو من بعد كاين واحد اللاعبين اللي هما كما تكون العمود الفقري في الشوط الثاني تدير واحد التغييرات باش تسرح اللاعبين. فاش يكون عندك نكون واقعين راه اليوم اللي ما عندناش راه ماشي المدرب ولا شي حاجه. فاش نهضروا حنا على الفرق الاوروبيه راه كاين واحد 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 الناس تيكونوا خدامين على التوقيت ديال كل لاعب. تنهضروا على المعيد البدني وتنهضروا حتى على الدكاتره اللي تيكونوا في الفريق راه تيجلسوا تيقول لي اليوم خالد خصنا نعطيو 75 دقيقه ولا نعطيو 60 دقيقه. تيبداو يعرفوا بان انت راه كل لاعب عنده الطاقه ديالو. راه عندك واحد الطاقه ديال بدايه الموسم وديال نهايه الموسم ديال كاين واحد اللاعب هذا بغينا نستافدوا منه خصنا نلعبوه في هذا الوقت. هاد اللاعب انا نلعبوا ربع ساعه نلعبوا. وشوف باش نرجع لك لهادي واحد اللي مشيتي قريتي على كاين واحد الفيديوهات وهادشي ديال 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 الوثائقيات على ميسي وتناقشوا على هادشي تنضوا على ميسي رونالدو اللاعبين الكبار. راه بعد المباريات يكون لاعب ميسي ما تيجريش يكون واقف تيقول لك هو راه خصو يلعب واحد المده وخصو يهز ريتم في واحد الوقيته وخصو يدير وفين خصك تمشي. علاش الناس دابا ديال بولار هنا وديروا هادشي باش المعيد البدني كنعرفوا لي ستاتستيك ديال كل كنعرفوا واش خصو لان في بدايه الموسم تيكون واحد تيكون واحد التدريب باش تعرف اللاعب الطاقه ديالو قداش. فاليوم فاش نهضروا على تدور الفريق راه ماشي اليوم اجي دور الفريق لا هذا لا ولا مثلا لا هذا راه هو الرسمي اللي عندي خصني اللي لعب نهار السبت تيتولار غادي يكون رون بلاصو نهار الاربعاء. لا راه كاين واحد العمل كبير لان اليوم تنهضروا على طاقم تقني تيكون الفريق في المغرب. حنا راه وصل 10 ها في المغرب راه وصل 10 تنهضروا على الفرق الكبيره راه تلقى 20 30 لاعب. علاش 30 مسؤول على هادشي لان انت خصك تعطي اليوم فاش غنشوف حريمات واش يقدر يعطي واش حريمات ساعد مزيان باش لعب هاد الماتشات كاملين ولا غنلعب واحد كابيتان وسميه ما تمشي حريمات لان ما وصلش الطوب ديالو. الا ما وصلش الطوب ديالو خصنا نعرف علاش ما وصلش الطوب ديالو نخدم عليه. فاليوم الفرق المغربيه بدات حيت تيكون حتى المونطال اسمح لي انت تتعرف انت قول لي انت دبر راسك. لا على الموطن ما كاينش ناس اللي فيه في الطاقم التقني راه كاين ناس كاين في الطاقم التقني. فاليوم احنا ما نبقاوش نهضروا على هاد اللي لعبوا ماتش هنا ولعبوا ماتش راه حتى جديده راه ما جيبها لاعبي راه جديده فاش ناقشوا لان ما لعباش على بزاف ديال البطولات لعب على بطوله كاس العرش. فاش نهضروا على جديده راه جديده من الفروق اللي تقدر تجيب مثلا 15 لاعب ولا 13 لاعب وتجيب لاعبين الاخرين لاعبين اللي شباب اللي تقدر توجدهم هنا لقدام لان عند الحريه ديال هادشي انه غير يبقاو يلعبوا ماتش مثلا في خمس ايام ولا اربع ايام يقدروا ريكيبيري. ما فرقش مالك اليوم تنظن بان اللاعبين اللي لعبوا الماتش هما اللي دخلتهم. اريرغوش دار واحد المجهود كبير في بعض ديال المباريات في افريقيا بعض الماتش دار مجهود كبير. اليوم نجلسوا وندخل واحد اللاعب ونعاود ندور الفار نعطيه ولا نلعبوا بروميطا ولا واحد 75 دقيقه ونشونجيه. اليوم الجيش ما كانش في الطوب ديالها وجيده كانت في النار ديالها. كانوا كما تنقولوا بغاو يعوضوا الهزيمه اللي نهزوا مع الوداد وقدروا بانهم يفوزوا على فريق كبير اللي هو الجيش الملكي اللي هو فريق الجيش الملكي. هذا فيما يخص اللقاء اللي انتهى بصفر لمثله انتهى بفوز فريق الدفاع الحسني الجديدي امام فريق الجيش الملكي. غادي نمشيو للقاء الثاني واللي يجمع ما بين فريق الرجاء والفتح الرياضي. اليوم جوج ديال الفرق فريق اللي ربما اللي هو الرجاء كانت عليه الاضواء مسلطه لانه ما استطاعش انه ينتصر في جوج مقابلات الاولى ولكن استرجع العافيه ديالو بعد انتصار باسفي. اليوم كياكد النتيجه امام فريق الفتح الرياضي فريق منظم فريق اللي كيعرف كيفاش يجيري اللاعبين ديالو جزئيه بسيطه اليوم اللي حسمت انتصار ديال الرجاء. ومطابق الحال الكره فيها جزئيه بسيطه بعد مره تتكون في الطوب ديال الكرويين والاداء وتقدر ما تربحش
وبعض المرات صرفت ربح. فالرجاء اليوم تلاقات مع خصم اللي كان منظم، فتحيه سي شيبا الطريقه اللي كان دارس بفريق الرجاء البيضاوي، كان كما سنقول غالق جميع المنافذ اللي دوزوا من فريق الرجاء البيضاوي. الرجاء حاولوا يمينا يسارا وما ما استطاعوش. جا الهدف الاول في الدقائق الاولى كان تسلل، من بعد الرجاء وسط البوطو تنهضروا ثاني على التغييرات ديال بعض الاماكن فريق الرجاء البيضاوي اللي خذوا الفرصه ديالهم. واللي عجبني اليوم ماشي بحال الماتش الاسفي، الماتش الاسفي مثلا كان فيها مشكله لان قرروا بانهم يدخلوا باكثر عدد ديال اللاعبين الجدد. اليوم لا، شفنا جوج ديال اللاعبين الجدد يدخلوا، دخل لاعب لي فلاكس ودخل لاعب لي في وسط الميدان، فخذوا هذاك كما التجانس بيناتهم لان جوج لاعبين ما ياثروش على المجموعه. ومن بعد في الشوط الثاني شفنا تغييرات اللي تيعطات القوه ديالها. فالراجل اليوم ما كانش في الطوب ديالها، ما كانش باش نقولوا الراجل كان في الطوب ديالها، الراجل يلاه واصل واحد 40 حتى 50% من العام اللي فات. ولكن النقاط اللي تهضر على السته ديال النقاط في جوج المباريات تخليك اول حاجه تخدم باريحيه، ثانيا اللاعبين اللي التحقوا بالفريق تياخذوا داك المورال، تياخذوا داك النشوه ديال الانتصارات، لان اليوم تلاعب لعب فلاكس فهاد المباراه اللي محترمه. اللاعب الموريتاني تنظر بانه فاش غياخذ اللياقه البدنيه ديالو والريتم ديال الماتشات، فانا هذاك البروفايل ما عندناش بزاف في المغرب، كان اخر بروفايل اللي بحال الكول تنظر على الرجاء، اخر بروفايل اللي كان بالطريقه ديالو هو نبيل مسلوب، اخر بروفايل اللي كان فيه لاعب اللي تياخذ الكره وعندك الضربات الضريبه اللي كبر الظهر، لاعب اللي تيريكيبيري الكره، لاعب اللي تعرف يلعب مع الكره في الارض، ولكن تيزيد عليها باش وهذاك التمريرات اللي كما تنقولوا حنايا تمرير الطاوله وراء الدار ديال 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 المدافعين. فالرجاء اليوم اهم شيء هي 3 بوان، باقي المدرب غيخدم، باقي اللاعبين خصو داك الانسجام بيناتهم، جمهور ديال الرجاء عارفين بان الرجاء ديزم واحد الامور اللي شويه صعيبه لان اللاعبين كانوا ما التحقوش بالفريق وعندهم مونك ديال 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 الماتشات. فالسته ديال النقاط فهي مهمه بالنسبه لهم لان لان بعض المرات ما تقدرش تكون ما تكونش الطوب ديالك 100%، والسته النقاط حسن لك من تكون اون فورم لان هذاك التجانس يجي بوحده تيجي مع النتائج. بالنسبه للفتح فداروا ماتش محترم، كانوا قاب قوسين باش يشلوا هدف ديال التعادل. تنظلم انه 20 دقيقة في الشوط الثاني، بداية ديال الشوط الثاني فالفتح رجعوا للوراء بواحد الشكل كبير، وتعرف الرجاء رجع للوراء بواحد الشكل كبير، فتوصلوا عندك المربع العامي تكونوا فريق اللي خطير، ديك الثنائية ديك الاتاك بلاصي في المناطق ديالك. اليوم تنقول لك لا خدينا التمريرات الحاسمة فريق الرجاء البيضاوي فهو ولات كما تنقولوا ولات صنع الاريير كوش ديال الرجاء، لانه ديما بالعامري، لانه ديما تلقاه نهار اسفي شلو هدف انتصار. واليوم نقولوا بحال جل هدف انتصار لانه الطريقه باش تدخل بها والطريقه باش فكر كاريديدوز انه لاعب اخر غيجي غاتجي عنده غيضرب باس، لا لاعب خدا عنده تيدير الفانت بانه بحال غيعطي الباس يعاود تدخل تدخل بها المربع العمليات الصغير ديال الحارس. فالرجاء اليوم القوه ديالها هي في الاجنحه اللي خصها تستغلها مزيان، بوزوق بدا يرجع الفورما دفاعيا ولاو مزيان. اليوم زنيتي الحمد لله ما تماركاش عليه اهداف لان بغينا زنيتي يرجع الفورما ديالو، لان الحمد لله لان تنهضروا على الرجاء نهضروا على البطولات الافريقيه، من حد زنيتي غير قال الفورما فزنيتي تتكون واحد 50% فارق. رجعوا لفريق الفتح الحارس كان حتى هو مزيان، الدفاع كان هو في واحد الشكل اللي منظم، احسن لاعبين بالنسبه لي الفتح اللي انا بالنسبه لي لاعب اللي تنقولوا احنا في الدارجه ديالنا بومادا صفراء هو سميتو المسن، لاعب اللي مقدم مستويات كبيره، مرات تلقى تيدير زياده عديديه في الهجوم واللي كان داير الدور اليوم ديال الباسل في 3 4 3 في 3 4 3. فانا بالنسبه لي الرجاء 3 بوان وباقي العمل تينتظرها. الفتح تنظر بان المدرب شيبا فوصل لواحد 50 40 حتى 50% ديال التنظيم، لان تنعرفوا شيبا لشنا هادشي تنتفكروا المنتخب قل ما 17 سنه الطريقه تيلعب بها هي هادي، فهو الفكر ديال شيبا. فلا تعطى الوقت لشيبا واخا كاين الهزائم، فمن القدام غنشوف فريق الفتح فريق اللي منظم وفريق احترافي في الطريقه التكتيكيه ديالو. فريق التكتيكيه ديالو مازال غادي معنا اتصال انس معنا اتصال نشوفوا اتصال ورجع عندك السي مصطفى. الو مساء الخير. الو سي خالد. السلام عليكم. لاباس مرحبا بك كبير الاصدقاء. لاباس الحمد لله الله يبارك فيك بارك الله فيك. شكون معنا؟ عبد الكبير بن سليمان. شكون؟ عبد الكبير. عبد الكبير من بن سليمان، تفضل عبد الكبير. كبير خويا نويره. الله يطول لي عمرك بارك الله فيك. الله يحفظك اخويا عبد الكبير، الله يحفظك خويا عبد الكبير تحياتي. بارك الله فيك اخويا طلحه. تفضل. تفضل. اخويا كنتو كتناقشوا اليوم المقابله ديال الجيش الملكي والدفاع الحسني الجديدي. اليوم الدفاع الجديدي راه تبارك الله راه فريق في المستوى، راه داك الشيء اللي قدموا قدام الوداد الرياضي راه اليوم اكد داك الشيء.
والمقابله ديال الرجاء، الرجاء اليوم راه داروا احسن ماتش وراهم طلعوا شويه في السكار، والنهضه البركانيه راه شتي اليوم كانوا الاكثريه ديال اللعابه ديالهم ما لعبنش. ما لعبوش اليوم اللعابه ديالهم الرسميين؟ ما لعبوش اللعابه الرسميين. وهذوك اللاعبين اللي لعبوا واش هما ولاد الفرقه ولا شارينهم البركان؟ نعم اش قلتي؟ قلت لك هذوك اللاعبين اللي لعبوا اليوم واش ولاد الفرقه ولا شراتهم بركان؟ هو بركان ما عندهمش تقريبا لعابه ولاد الفرقه. وشراتهم بركان؟ يعني الى شراتهم بركان راه خصهم يكونوا قد المسؤوليه، لان اليوم بركان لعب على ثلاثه ديال الواجهات، لان هاد اللاعبين راه غنحتاجهم في البطوله ولا غيحتاجهم في 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 في, 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 في البطوله الكونفدراليه. فانا فاش ندخل هاد اللاعب وانا كمدرب ندخل هاد اللاعب اللي غنشوف الامكانيات ديالو غنشوف بانه يعطيني ماتش كبير لانه تجي الماتشات الاخرين، فاش غنشوف هاد المستوى تنظن بان ضايع الفلوس، لكن اللاعب غنشري فلوس وما نستغلوش المباريات اللي غنوقف عليه. واش ارموم الاحسن في كتير دابا هو لعب وداد الرياضي؟ بطبيعه الحال احسن في كتير هو لعب وداد الرياضي. شي النهضه البركانيه يخطاو هذوك 11 اللي عندهم ما يديروا والو. وفريق الرجاء اليوم راه تسلق المراحل وراه كان في المستوى اليوم. شكرا سعد كبير، شكرا شكرا بارك الله فيك. اليوم مصطفى بالنسبه للرجاء على مستوى الدفاع لاحظنا انه يعني بعض الظهور ديال بشعيب العراسي اليوم كيدخل بن عيسى بن عمر رفقه خفيفي دفاع. الماتش اللي فات راه ما لعبش بن عمر، لعب اخر، لعب بن عمر اليوم لاحظنا يعني بالدي بالدي ميطاو وهاد بن عمر الشوط الثاني كيبان لك بن عمر اليوم في الاداء ديالو، لان هذه دائما كت يعني من شنو كتبغي ان بحال هاد في هاد البوست هذا خصهم الناس يلعبوا مقابلات كثيره. وراه باين بان ما تحكمش غير في مقابله وحده، لان باش نحكم واحد اللاعب مع المؤشرات لاعب الاشارات هو كثره المقابلات، راه يقدر هاد اللاعب دار مقابله مقبوله اليوم فهمتي وكان في الموعد هو خفيفي والمقابله الاخرى يقدر يدير خطا. هنا غير بقى التساؤل يعني هنا واش غيشفع لي هذا المستوى ديال اليوم وهاد الرؤيه ديال الجمهور ولا ديال الطاقم التقني انه غياخذ رسميه ديالو، ولا غي رسميه دابا غتبقى معلقه لان كاين باردي كاين عراسي يعني يقدر يكون تدوير هنا ولا غنشوفوا يعني ولا غيتعامل مع يعني. ولكن هذاك البلاصه هذاك البلاصه راه فاش الدويره واه تقول دابا دابا هو لعب ديك الميطا دخل هذا الدوزيام ميطا باردي نهار رجعوا فورم حيت باردي شحال ديما عنده نقص. بغيت نشرح لك دابا باردي هو جا باش يلعب دابا اللي خلى كوما كانش مع باردي وطلع للمدرجات كنا غنشوفوا باردي هو الاول اليوم يعني الاصابه اللي ها هو لاعب بين على امكانيات يعني كما قلتي غتولي الدره دابا دابا الطاقم راه مزيانه بالنسبه للطاقم التقني ملي كتلقى عندك لاعبين يعني جاهزين وراه الاشاره ديالك كتفرح، ولكن في المحور راه ما كاينش كتسنى نوبتك، ولكن بغات تسنى نوبتك واخا تغلط راه القانون ديال المحور راه باش تعرفوه راه ماشي انني انا غنغلط ولا نهار كنت اون فورم انا مزيان نهار ندير شي خطا تجي انت تكسر شي وتدخل واحد اخر هذاك يتسمى خطا. الا كانت يخطا اللاعب ماشي مشكل، اكراهات هي انني اصابه او لا اوراق صفراء ولا حمراء هي اللي غتخلي البدائل، وديما كنقول بان هذا غنخليه لانه عطاني بوادر هذه هي الفرصه باش غيبدا الانسجام ويبدا يلعب. دابا اخطاء ما كاينش توت على الرجاء قلت لك على كل شيء اون جينيرال هذيك النهار تنعطي ثلاثه في الوداد باش تعطي وتعطينا واحد صلب او لا واحد دفاع صلب ودفاع جيد خصوصا اللاعبين اللي ما كانوش في اعداد وما تلاقاوش في هذاك شهر ونص قبل قبل وما داش التجانس تما ولعبوا مقابلات اعداديه باش تقول انني صافي ركن التعارف ساليناه غندخلوا هنا اخطاء اللي كيديروا المدربين. اليوم اذا بدا هذا العنصر عطاونا واحد البوادر في هذه المقابله لانه كانوا عندهم امتحانات كانوا تلاحمات كانوا لاعبين بقيمه هذه الفتح لان الفتح هي هاجمت عندهم واحد خط هجوم يعني محترم جيد شيبه تبارك الله عنده واحد البوادر ديال واحد الفريق اللي غيكون مستقبلي هنا كاين الثقه ديال المكتب الجيش الفريق الفتح اليوم كان ند للند راحت الرجاء ما سجلتش على 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 على, 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 على فريق الفتح بنيران صديقه ولكن الفتح هي كانت تقدر تسجل مقابله كانت جيده اجمالا كما قلت لي مجاوبك غير على هذه النقطه هو ان اليوم الى شتي الاطار الوطني السجناني هنا بان بانه بالملموس كيقلب على هذاك بوادر الانسجام الى لعب دابا هذا اللاعب دابا وعطاه واحد النوايا حسنه على انه راه كاين هو جاي
واجد بانه غيكون في هذاك المحور، يعني ما خصوش تدو اخطاء، خلي اللاعب دابا يبدا يلعب ويبقى يلعب ويبدا يلعب بالمقابلات باش غتولي الصلابه على المستوى الدفاعي، لان الان عندك تشامبيونز ليغ، عندك الاستحقاقات قويه، عندك سفاريات، مازال عندك تقدر تحتاج بزاف لاعبين غير المقابل. اليوم اجمالا راه شفنا كانت في الموعد فتح كانت في المستوى، الرجعه فات بان الخصائص الرجاء فتح فين كاين، يعني الفتح لعبوا بريمير ميطون، لعبوا بكل الامكانيات اللي عندهم، ولكن راه دابا حيت الاخوان هنا بزاف ديال التعاليق نحاول نقرا بعض التعاليق منها، لان الكل يستغرب كيف لمدافع ان يسجل جوج ديال الاهداف على الفريق ديالو. انا زعما عادي كاين في الدخله دابا كل واحد كيفاش كيشوف هذه المساله. شكون شي لاعب ما سجلش؟ نيستا، كانافارو، لاعبين دفاع كبار، مدافعين كبار وسجلوا على المرمى ديالو، هادشي عادي في النطاق ديال الكره في القدم. ديال البلاصه اللي كان في هذاك المدافع صعيبه تحيد، لان راه قريبه للكاري، لان اللاعب فاش غادي الكره تدخل بها العمري راه ما عطاش غادي وتعطي الكره، لان اللاعب كان عنده شحول يا خليها تدوز يا حيدها يا حيدها غتمارك وتيبقى بعض المرات هو بروفوكا ديفونسور باش يدير الغلط، وبعض المرات تيبقى وبعض المرات تيكون الحظ عند المدافع تيحيدها تتحيد. اما هذه الطريقه باش تدخل بها اللاعب راه 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 را حدا الكاري ما عندوش يدير المدافع من غير لهم الناس بات لهم شي حاجه. الفريق سقط بلاعبين في المستوى. رضا بنيس كيسول نورمال ممكن الهدف يتسجل، فهذه المساله لا شنو نقول لك علاش لان اللاعب باش تدخل بها الطريقه باش تدخل بها بالعام، انا قبل في الماتش كنت الطريقه باش تدخل بها اللاعب ذكي لانه مشى وشاف ودار راسو غيعطي ما عطاش، عاوتاني دخل دار راسو غيعطي ودخل فين دخل بها دخل بها تحت الباب. هو بروفوكا بروفوكا ديفونسور في السونترال اللعبه اش كان عنده؟ خص رده الفعل، رده الفعل خص تكون سريعه، اللاعب فاش عاد تتمارك كتشوف حتى الطريقه اللي داخله في كره القدم داخله في كره القدم. المدافع كيف ما كيحيد الكره كيف ما كتضرب فيه الكره كتدخل، لانه دائما هو القرب ديال المرمى، دائما تابعوا له ريسك هنا دائما، هذه تاي كتعلم لاعب انه مع المده انه غيولي يعرف كيفاش يتعامل بحال هكا مثل هكذا كرات. اليوم كنقول لك بان الرجاء دات ثلاث نقاط، ولكن الفتح دارت مقابله ولا كانت قاب قوسين ادنى انها تسجل لولا اليوم البراعه ديال الزنيتي، لانه اليوم توا كانوا دي باراد اليوم عده فرص اخطاء، يعني كفر على الاخطاء ديالو اللي دار في المقابله لا ديال اسفي بهذاك التير ولا ديال طنجه. اليوم هو الزنيتي رجع ثاني باش عرف بان الخبره دائما كتكون حاضره، كفر على ذوك الاخطاء ديالو. يعني لا قلنا برافو ثلاث نقاط، غنقولوا برافو لسي شيبا على المقابله الجميله اللي اليوم دار في التيران ديال العربي الزوري. اليوم مقابله كانت مقبوله للطرفين، عطاونا واحد الصوره جميله، حتى المدرجات عطاتنا واحد الفرجه، وهادشي هو اللي بغينا يكون في الدوري ديالنا، هو حضور جمهور دائما كيعطي واحد الحلاوه وكيعطي واحد الملح في كره القدم. اللاعب زعزوح لاعب ضائع مع الجيش خاصو يلعب مع الرجاء، كذلك المدافع ديال الفتح كاين بزاف ديال واش اللقطه ديال الدقيقه 13 من مباراه الرجاء والفتح بالعامري سال ورقه صفراء في التدخل على سيوان الا بغى يمشي للمنتخب ما يديرش بحال التدخلات العشوائيه. شوف دابا خلينا دابا لاعب دار خطا تتعلم منه ماشي ما يمشيش للمنتخب. انا تنقول دابا العامري خصو يكون في المنتخب، انا تنقول بان زحزو خصو يكون في المنتخب. علاش؟ حيت هاد اللاعبين تيبانوا بانهم وصلوا للطوب ديالهم، خصنا نعطيهم واحد لا شونس باش اللاعبين يبداو يفرحوا باش ينشطوا باش هاد اللاعب نجازيه باش يزيد المستوى ديالو باش يعطيني باش تقول لي بانه خضر. كاع اللاعبين تياخذوا بطاقه صفراء وحمراء، اللاعبين كاع تكونوا في المنتخب، فما بقاش نشد على حاجه اللي بسيطه، لان اي لاعب تيخرج بعض المرات من طور كما تنقولوا المسؤوليه اللي عليه. والحرفه والخبره ديال المدافع اللي كان غائب اليوم ديال الفتحه الكابيتانو الباسل ظهرات في الملعب، لان اليوم في امس الحاجه لواحد اللاعب حريفي يقدر يجيري، لان لاعب الرابع لا كان دارها سميتو المسن المسن هو كان داير الدور ديالو هو اللي كان ولكن دابا تشيكو كان دابا المسن هو الباسل كيعطيونا واحد ولا كان المسن ما يلعبش الباسل كان الباسل ما يلعبش المسن يلعب في الميليون لا ولكن يحيد المده يحيد المده لا يلعب في الميليون وقت ما يلعبش المده شوف الشيء المسن فاش يكون في الميليون يدير دور كبير تيقطع الكره كما صعد المدافع يعني ما بغاش يلاقي كيبان ليا انايا المسن مع سرغات يقدر لان ربما لا لا انا ما دابا المسن دخل بلاصه قولي فارون المسن المسن دخل بلاصه الباسل اما كان باسل ما يتلاقوش بجوج وراه كاين بونتوش
كان بونتوش لباس اختيارات المدرب ولا كانت عنده شي اصابه هادشي اللي كاين. شوف الا كان شوف ما غاديش يمكن لينا دائما نبقاو نركزوا على اي انتصار راه كيكون مشبوه بلقطات تحكيميه ولا مشبوه باخطاء. الهدف الاول اللي تسجل لان اليوم كاينه ملاحظات من طرف التعاليق ديال الاخوان يقول لك بان الهدف الاول تسجل من طرف باحسين بالخطا وكنلاحظوا وشفنا الطريقه اللي كيفاش تسجل بها والهدف اللي تقبل وتفاليدا حتى هو تسجل من طرف لا علاش دابا من الاخطاء يتعلم. انا باحسين انا كمدافع وشوف وهذيك لو جيست والطريقه ديال التاكل عشتهم وعايشتهم عده مناسبات واستفدت منهم وتعلمت كيفاش ملي تكون غادا الكره بهذيك الطريقه كيفاش تحيدها. انا غنقولها وانا قلتها قبيله حتى في النقل التفاعلي الطريقه ديال الهدف اللي تلغى مازالش اللي تمارك بيت بالنسبه لي انا كان خاصها شويه الحرفه يدير التعامل يعرف كيفاش يديكاج رغم انه ماشي ليمني. اما هذيك الكره اللي مشى لها بالبي غوش وكان الطاكل غادي جميل ارضيه ملعب جميله باش كان مشي نحيد الطاكل كان حيدها في راسو يمين. انا نقولها امتى كان حيد بلاصتو يمين اما كنت تعامل بلاصتو يمين كنت تعامل في لالين ملي كيروح واحد لاعب لابيل دبار وانا جاي غندير لا كوفرتي وصبقها واحد اللاعب كنمشي ناصرها خرج الله سوش ونجيبها واحد اللقطه ديال اما باش نمشي نحيدها انا من المرمى بهذيك الطريقه ديال لا كنحيدها بالانتيريور السي خالد لا 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 لقطه ديال واحد الحارس وحنا في البطوله الوطنيه جي عن كود ديال الكونترول بغا يحيدو ويماركيها قلت علاه لا تتوقع هادشي لا دابا المشكله عندنا شنو دابا المشكله دابا هو دابا اللاعب دابا غير يتفرج في اللقطه اش غيقول؟ غيقول لك اه خصني نتعامل مع معامله اخرى انا مشيت طاطي مشاش معايا لادفيرسير انا بشوط الكره ما غاديش يجي لي شي واحد مصطفى خويا هادشي دابا راه كنبقاو انا مفاهمك كنبقاو نصرحوا فيه دابا شوف لعاب لعاب دولي كبير بلا ما نجبدوا الاسم ديالو في مقابله كبيره شيبو ماركابيتش انا كنقول لك على المستوى المحلي لعاب كبير لعاب دولي كبير وماركابيتش هو داك البيت هو باش خسرت فرقته ديربي كاع كاين هاد لوريس شوف واخا زنيتي في البطوله الافريقيه شامبيونز ليغ واش تمشي راه بعض المرات لاعب تيكون خارج على 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 على, 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 على الكونستراسيو ديالو فاليوم كل واحد شو واحد دابا هذيك الكره تباركت على عزمي فيها الله الناس كيعاودوا يديروا العزمي راه كان كيجي راه شفنا البارح يا غير عاد شفنا عده مرات لقطه بحالها جاب راه عادي التمار ديال صعيب حنا في راه مشات ما نعطيها لا صعيبه الاول كتبقى داخله في الكره شوف حنا المشكل عندنا حنا بعد دابا المشكل عندنا كل جمهور تيشوف بطريقه ديالو كيتفرج هذا يشوف الطريقه ديالو هذا يشوف الطريقه ديالو الطريقه ديالو كل تيشوف راه هذا اللاعب هذا راه اول حاجه راه كارير ديالو اول حاجه ثاني حاجه تندخل في النوايا ديال السيد واليوم هذا السيد لازم تقول له هذه الهضره هذه فاش توقف ليه نتايا المسيره الكرويه ديالو ثاني حاجه هذا الفريق اللي باغي يدير شي حاجه باش يبدا يدير الموسم ثاني حاجه فحنا تنخلقوا لاعب كيلعب البريم ولاعب الرسق مارك البيت الاول وزاد داخل في كره القدم داخل هذه راه شوف اخيب حاجه في حياتي تدخل النوادي راه في الدين وما تدخلش النوادي الانسان لا شوف شوف لان اليوم انت فاش تقول هذه الهضره راه واحد السيد مسكين تضيع عليه المستقبل تضيع عليه حياته لاعب اللي ما كرهش هو يربح هذا اللاعب راه ماشي اول مره غيلعب ضد الراجل ولا غيلعب ضد الفريق ولا ضد الفريق ولا ضد الفريق فراه حنا اليوم فاش ندخل لواحد الحوايج اللي واحد السيد تنحرقوه واحد السيد نضروا عليه لا شوف راه فاش دخلت انا ماركش على بوطو انا اطاك وماركش على بوطو انا اطاك جايه من سونطري وتشوفها تقول له ماركيتها بالعاني اش وقع لي ما عمري ماركيتها بالعاني اش وقع لي هي جايه من سونطري انا واقف داك اللي قدامي تهز قلت راه غيضربها دير سمح لي يضرب لي في راسي كتوقع ولا شتي تقول لي درت لها معنا هو تهز درت لك درتها يضرب لي في راسي ويدخل لا لا كتوقع دابا قلت لي الهدف الثاني ما كيتا شي لاعب لاعب تبارك الله دار موسم كبير مع السوالم جاب دابا بدايه موفقه وبوادر بوادر ديال واحد اليرغوش اللي غيكون موديرن اليوم راه ما كيتحملش المسؤوليه ديال انه ضربات فيت ماركات كان باغي يحيدها الضربات داخل في كره القدم اي مدافع متعرض انه توقع عليه هذا الشيء راه حنا كمدافعين كنا كتدخل كتقول يا ربي السلام ضرب فيه الماركه يا ربي السلام تجي شي طاكل ضربوا هذا كنقولوها حنا ولات عندنا في الدماغ ديالنا لان شنو مدافعين توقع عليه في العالم كبير في العالم كنتفرجوا في كوب ديمون تفرجوا في كوب دوروب في هذا كنشوفوا مدافعين كبار ماركوا على البوطو ديالهم داخله لاعب كبير لاعب مواصفات مستقبليه نتمنى له التوفيق وهذا جزء من كره القدم اللي ان شاء الله غيتصلح مستقبلا الحارس ديال ليفربول ضد مدريد اللي شده وبغيوح على ضربات الله تو بعد الماتش ديال بزاف راه حنا شوف دابا للاسف ومن وراء مشى للكارير ديالو غتبقى تلعب ليك على دماغك ومن وراء شوق عليه عرفتك ما وقعش هذاك دار لها بحال هكا
ضربات في واحد الماركت والبيتات بغى يشدو داسلي داسلي فما كاينش في نهار يعني تردف عليه كل شيء في نهار حتى تشوف شوف ها حنا هذوك النوايا اللي تتبغي تلصق في بنادم راه خايبه انت تلاش في الحياه ديالك بعد ما تكون خدام خدمه عادي تدير خطا اي واحد يدير خطا اي واحد شو ما كاينش الاخطاء ما تكونش حاله ما يكونش تكسيد ما تصورش بزاف ديال وما يكونش تكسيد اهداف وما يكونش تكسيد ما يكونوش الاهداف ما يكونوش على حاجه ما غتكونش ما تكونش لاش تقول لك راه كاينات فراه اي واحد يدير غلطه اي واحد يغلط في شي حاجه حنا تنمشيو واحد الغلطه وتنشدوه واحد الفريق انا مثلا بغيت داك الفريق تنمشي نشد شي حوايج لا راه مارك على بوط لا راه دار لا لا اش دير شوف راه اي لاعب فاش يدخل اول حاجه تيلعب على السميه ديالو تيلعب على الفريق ديالو تيلعب على الكارير ديالو وتيوقعوا الاخطاء في كره القدم راه كاين تيصيد بينالتي في الدقيقه الاخرى كاين اللي تمارك على بوطو كاين راه كل واحد انا ما شوف مناش ماركيتي انت راه مناش ماركيتي انت في الكارير ديال كل من اخطاء ديال المدافعين ما طبيعي على ما انا شي انت باش طاكلي باش طاكيتي على المرمى ديالك من اخطاء ديال المهاجمين يعني دائما كتلقى راه الا ما دارش هذا راه ما غاديش يدير ما احنا ما نقولش علاش هاد الوليد انا شوف انا تندفع هاد الوليد عرفتي علاش لان اليوم هاد الهضره تخرج عليه بزاف وهذا الشيء راه شوف اول حاجه عنده عائله ثاني حاجه عنده مستقبل ديالو في الكوره فبنادم اللي بغى يبدا يهضر اللي ما لعبش الكوره انا ما لعبش كوره ما تناقش مع لانه يقول اللي بغى ولكن تنفهم بنادم تيتفرج ديما راه كاين لاعبين اللي من احسن اللاعبين اللي في العالم ماركو على بوطوهم اليوم باش غتقول لاعب مشى هادي هادشي في كره القدم وبعض المرات تيكون بوطو خاوي باش عرف ان تيكون بوطو تتزكلها تخيل بوطو خاوي وكاين اللي كتبقى محسوبه عليه حياته كامله كتبقى محسوبه عليه حياته كامله شوف هادو راه كاينين اهداف ديال الناس تسجلوا اهداف واش داير كيتروف ولكن بالعكس شوف والله الا اهداف الناس سجلوا اهداف ولكن بلاتي هاد المدافع كيبان لك هو اصلا ما ناويش يمارك لا وبلاتي هاد المدافع هذا ملي كيجي يدير واحد الدور ثاني وكيطلع يمارك الله وكيعاون فرقته في التتويج ولا كيعاون فرقته في واحد ثلاث نقاط كيعاون صحابه وحتى هو هاد النهار ملي كيخطا الله يحسن العون مسكين ديالو كيبقى يدافع ها لا من لوموش انا حسن علاش انا كنهضر وكنشجع هاد الوليد لانه كويري تبارك الله مستقبل كبير عادي خطا انا نقول لك راه تبارك الله لعاب كبير يشتغل مازال المستقبل هو دابا تعطاته فرصه لا هو دوز شوف مسكين دوز انا شوف ما نعرفوش كشخص ولكن تنعرف الظروف ديال كل لاعب راه هو راه دوز مشى ما عطاتوش الكره ما عرفتش فين كان مشى للسوالم دار مع سوالم كان كابيتان دار ماتشات كبار من بعد مشى للفتح فاحنا على الاقل لطفا بداك الوليد لان مابقاوش نقولوا شي حوايج اللي ما كاينينش لان هادشي راه الدم كيأثر على اللاعب كيأثر على الناس فالرجا اليوم على ما اظن غادي يبقاو دائما الحالات التحكيميه ناخذوا معنا اتصال الو السلام عليكم الو خويا خالد مساء الخير خويا خالد معك حسام من بلقصير يا خويا مرحبا تحيه بنزل بلقصير حسام تفضل خويا حسام خويا بغيت نناقش غير مع سي ارمومن مرحبا الموضوع ديال بالعمري خويا كدافع عليه بزاف اخويا ذاك الدري جيني من العائله وكورتو تدافع عليه لا واش لا خويا ارمومن اللاعب اللي غادي يمشي للمنتخب غنكونوا لاعب الفينال ديال كوب دافريك ويدير تدخل بحال هكاك انا تدخل اللي دار بعدا كاع ما شفتو انا اليوم بعدا دار واحد التدخل على امين صاوان دابا احنا لاعب دار خطا واحد نحاسب ليه لا دار بزاف ديال التدخلات كيبقى يدير تدخلات وراه مدافع راه مدافع هو غنقول حتى الحرفه ديال المدافع اخويا كيفاش ما عندوش الحرفه الحرفه ديال المدافع اللي تعول عليه في الماتشات الحاسمه ما عندوش الا قلنا ماتش اليوم ضد الفتح كان مزيان وماتش ضد اسبي كان مزيان راه حيت ماشي ماتشات اللي عليهم الضغط بزاف ورا تما اللاعب تياخذ المورال باش يولي مزيان حسام والعام اللي فات كان مزيان ما كانش اسمع لي اخويا ارمومن اللاعب والله الا عزيز عليا انا واخا ودادي اسمعني ودادي وعزيز عليا شي لعابه واش بزاف انا هذاك بعد الموريطاني عزيز عليا انا عجبني اللعب اللي دار اليوم دابا بالعمري واش لاعب اللي مزيان ولا ما مزيانش مزيان ولكن اخويا باقي ماشي حريف واحد القضيه واحد احنا فاش جبنا بن عطيه راه ما كانش حريفي فوق جبنا بن عطيه احنا فاش جبنا بن عطيه المنتخب اسمعني فاش جبنا بن عطيه المنتخب الوطني اسال نكمل لك باش تفهمني انا كيفاش جبنا بن عطيه حنا من المنتخب راه ما جبناش فريق اللي كبير جبنا فريق اللي عادي وجا من المغرب من المنتخب مشى الفرق اللي كبيره فاش يبان لي واحد اللاعب عنده
بواهيل التحسر تنجيبوا المنتخب. انا ما قلتش غيلعب رسمي، تنقول لك بانه غندخلو باش على الاقل مورال مول يولي مزيان. حسام حسام اخويا ارمومه، نعم حبيبي، بس نسيت واحد النقطه. راه اللاعب المغربي راه ما يقدرش يجي المنتخب ويصبر، ديه راه جوج ماتشات ويقول لك ما يلعبش. راه ما عندوش هذيك العقليه. ما فهمتش والله، ما نطلعش هذيك العقليه ديال الدور اللي جابوا الزاكي جوج ماتشات وبلتو ما لعبش، واللي ساله هضروا معاه قال له ما انا فرحان. حسام 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 حسام، بغيت نسولك دابا ملي كتابع المنتخب الوطني اللي ما فيهش دابا بالعمري، المنتخب الوطني اللي حقق الانجازات الكبيره في قطر وشارك في كاس افريقيا، ما كيبانوش لك لاعبين في هذاك لاغام الواعره اللي كاينه دابا ديال اللعابه؟ ما كيبانوش لك اللاعبين كيديروا اخطاء، وما كيبانوش لك لاعبين كيديروا تدخلات بحال اللي كيدير العمري بالعمري؟ كيبانوا لي، ولكن باقي اخويا ما وصلش. اخويا انا منعوه، انا شوف انا بالعكس، فين ما وصلش؟ ها فين ما وصلش؟ فين ما وصلش؟ فين باقي ما وصلش لذاك النيفو؟ راه عرفت كوب دافريك، راه عرفت ماتشات ضد ماربيكس، راه داروا اخطاء كارثيه، الفرقه كامله دارت شي اخطاء كارثيه. حيت لا اسمح لي انا، خليني اخويا نهضر معك. لحظه هضره، خذ راحتك، خذ تفضل. واش هذيك الفرقه ديال ماربيكس فرقه اللي تمركي علينا جوج بيوشه؟ دابا الفرقه ديال سمارتيكس، دابا شوف الفرقه هذيك لعبات شامبيونز ليغ، فهمتي؟ لا دابا تكون فرقه ولا ماشي فرقه، لعبات شامبيونز ليغ، لعبات شامبيونز ليغ يعني هي البطل. دابا انت تهضر، هي ماشي فرقه، ماشي فرقه. الدوري، شوف الدوري اللي جايه منه. دابا شوف، واخا 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 الفرقه ديال السمار تمركز عليها من ليغ ديوتا، واخا تنضرو دابا نضرو ماشي فرقه. حنا مع من تخصينا المنتخب الوطني؟ انا اخون هذا العام مؤخرا مع من تقسينا؟ مع الكونغو، مع جنوب افريقيا. اييه مع جنوب افريقيا. ولا انا وصلت على ظهرنا. خليني نهضر لك انا، باش نفسر لك. حنا بالفرقه اللي عندنا كنا نربحوا جنوب افريقيا، فاحنا ما تنصغروش الفروق ولا ما تنصغروش المنتخبات، لان لا خدينا المقارنه بين المغرب وجنوب افريقيا، جاي من كوب ديموند واحسن لاعب، فالكره ما فيهاش شي حاجه تقول لي بانني لاعب واحد الفريق بدات معهم جوج فريق اللي ضعيف. راه كل مباراه عندها الظرفيه ديالها. ولا هضرنا على ذاك الماتش، الا شتي هو الطريقه باش دخل وحط الباز للبيت الثاني، راه خصك تقول بانه لاعب ممتاز. اليوم اخويا انا عجبني في البيت اللي دار، في هذاك التدخل اللي دار، فهمتيني؟ والدخل اللي دار، واش خصنا نديرو؟ فهذاك من اللي دار راسو غادي يعطي الباس وعاود دخل، ودار راسو غادي يعطي الباس وعاود دخل، هذا عجبني. هو هذاك علاش انا هضرت انا؟ انا تما بان لي نصب هو على هذاك المدافع، نصب عليه. هو هذاك علاش نهضر عليه انا؟ راه انا ما عمرني شفتو، ما تلاقيتش معاه. شكرا. بس اسمعوكش مزيان، والله ما تسمعوك مزيان. انا كنعقب عليه في الدفاع، ما كيدافع، ما كيتقاتلش، ما كنقولوش عنده هذا التقاتيل في الدفاع. شي لاعب برازيلي اللاعب مارسيلو في الدفاع راه ماشي مدافع، ولكن الا كان عندي واحد اللاعب اللي غنقدر نستافد منه هجوميا ويقدر يسخسخ ليا ذاك المهاجم ويديه وما يخليش يطلع عندي، راه احسن. دابا كاع الاظهره شي حكيمي، غادي يطلع يخلي خاوي الدفاع. شوف شي حكيمي احسن مدافع على ضربه، راه القوه ديالو هي الهجوميه، قوه ديالو هي الهجوميه. فرقه اللي دافع ومرجع لها، دابا اللي كيطلع من اللي كيبقى يطلع حكيمي كيخلي موراه واحد الاخر. حنا شنو تنقولوا؟ حتى شنو تنقولوا هذا اللعاب؟ حنا باش تنقول بالعامري اخويا مع الرجاء، الرجاء اخويا اسمح لي، الرجاء راه ماشي فرقه، الرجاء راه عيانه، الرجاء راه لقوا ليهم الفتح مساكن ماسك كي داروا ليهم وصافي. هذا رايك انت شوف اول راه ديال الفتح. شوف واحد القضيه نكون واقعي، دابا شوف انت راه معمر غتبان لك الرجاء مزيان حتى الوداد، انت ما تقولش الرجاء، ما تقولش الرجاء ماشي فرقه، عادي ما تقولش، قول يوم كانوا عيانين قبل شوف نهار، وما تقول الرجاء ماشي فرقه. كانوا عيانين، ما قلتكش انا، شوف بالوجه كانوا عيانين ماشي نهارهم، راه كل واحد تيشوف بعينيه هذاك الشيء اللي بغى، راه الوليده ديالك والوليده ديالي تبان لها انا زوين،
راه كل واحد تيبان لي، كل واحد تيبان لي ارمومون، كل ارمومون دابا كل واحد تيبان. اسمعني كل واحد اسمعني، نقول لك انا واحد النقطه كتبان ليا، واش كنت متفق معايا ولا لا؟ اه ما كيبان لي اكثر فارق، اكثر فارق كيبان فيه انسجام ماتش على ماتش ملي بدات البطوله لدابا هو الوداد. من وجهه نظر ديالك انت حيت ودادي راه كل واحد تيبان له، راه كل واحد من وجهه نظر ديالي. اسمعني كل واحد، لا شوف 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 واخا برك ماشي برك مشي اخويا ارمون على النتائج، شكون هي الفرقه اللي غاده تصاعديين في النتائج ملي بدات البطوله لدابا؟ الرجاء. علاش اخويا؟ هي ربحات جوج ماتشات الوداد، راه الوداد دابا حنا شي وداد الا كان الوداد. اسمع عليك حسام، شكرا جزيلا لك، انت معنا خلص حسام نقاش مع زوين. شوف واحد القضيه دابا، تحيه النازله بالقصيره وتحيه للسي ابراهيم ديالنا. شوف كل واحد شو القضيه ديال سنه الحياه في الرياضه في اه كل واحد ماتش يقدر يمشي لا بغيتش معينه يقول لك لا راه ما كاينش. شو القضيه، راه كل فريق تيشوف في المنظور ديال الفرقه دي. حتى علاش انا فرقه عزيزه عليك غتشوفها بانها مزيان. الوداد راه غادا مزيان، راه كل ما انا قلت لي الراجل باش ناقشوا معاه، الوداد راه غادا من ماتش لماتش غادا مزيان، ولكن راه طنجه غادي مزيان، طنجه غادي. فكل واحد تيشوف بالمنظور ديالو بالشوفه ديالو، وواحد القضيه راه تمشي الفرقه كتكون خايبه وخا علاه تقول راه كانوا اليوم مزيانين. فهذه حاجه، هذه حاجه اللي عطانا الله، كل واحد يبغي شي حاجه تشوفها زوينه. راه قلت لك، راه قلت لك راه الوالدين ديالك راه انت راه خايب، انا انت خايب ما فيك ما يجاوبك، تبوكيصه ديالي تقول لهم، تقول لهم انت خايب. اي كنقول لك انا بقول تتقابو تبوكيصه، هذه حاجه بوحد. فولد فانت هذه فرقتك راه غتشوفها مزيانه. واحد تيشوف الرجاويين يقول تهضر معاهم كل مره جا داروا ماتش كبير، الوداد ينضر معاهم كل مره جا داروا ماتش عيان، وغادا الامور هي هذه. احنا تنقولوا انا فاش نهضر على واحد اللاعب تنضع على اللاعب اللي تنشوفه غادي في تحسن. انا زعزوح. انا عجبتيني فاش عطيتيني المنظور. في اول ملاحظه قلتي لي خالد احنا عندنا مشكل في لاريار جوش، هو اريار جوش هي هادشي اللي تنقولوا حنا، يعني بالاضافه الى عطيه الله، بالاضافه الى وبالعمري اكد على المستوى ديالو ماشي غير في الراجل. وانا بالعمري واحد القضيه اسلمت عليه مره واحده تلاقيت معاه، ما عمرني شفته مره واحده، ما عمرني شفته، ما تنضرش معاه، ما دري راك تنشوفها في التيران. ولكن تنقول بان انا اليوم تنقول بان انا قلت لك على زحزو، ما عمرني شفتو كاع زحزو، ما عمرني شفتو، كاين كورتو اللي كبيره. فاش العام اللي فات كنا تندافعوا على سميتو على الكابيتان ديال الجيش حرمات، فحنا فاش نضع على شي واحد مش عارف تنعرفوا ولا تندافع على شي حاجه. الكره حنا فاش تندافعوا على شي ما تنقولش ليه يمشي يلعب، زيد عليها ثاني حاجه ديال لاعب اللي المستوى ديالو راه فين تتولي قوي، راه تتولي قوي في فريق اللي قوي ولا في منتخب اللي قوي. فاش تنجي انا راه ما كاينش شي لاعب تنجيبه هو فور، راه قلت لك عطيتك انايا بن عطيه، بن عطيه فاش جبناه راه ما كانش الواو هذاك اللاعب، كان فريق اللي تيلعب جبناه ما عرفتش من دوزيام ديفيزيو ولا اكثر من دوزيام ديفيزيو، ولكن ديفلوبا في المنتخب فاحنا اليوم فاش عطى واحد اللاعب فرصه ديالو تيبان لنا بانه مستقبل ديال واحد. انا ما تنقولش بانه يلعب، لان دابا الاجنحه اريار درو اريار جوش في المغرب راه ما عندناش مشكل فيها، ولكن تنقول لك احنا في البطوله الوطنيه خصنا نعطي اعتبار لواحد اللاعبين ربما هذاك المنادات عليه غادي تزيد تورينا ويقدر ذاك اللاعب بالمنادات على المنتخب تيولي لاعب دولي وتيمشي للاحتراف على عطيه الله. شكون اللي هزاته؟ الوداد. الوداد فاش جا الوداد عطى ماتشات كبار دوش عطاه للمنتخب، من تما شفنا بانه ولا لاعب دولي. وفاش تكون لاعب دولي راه من طبيعه الناس تيكونوا عندك بزاف. انا فاش كنقولوا عطيه الله، وانا واحد اللاعب اللي اليوم هذاك انا تظلم في المنتخب وكنت نقولها في الوقيته ديالو. شكون هو الاريض دروا دابا مشى لايران سميتو قول لي ديال الوداد؟ العملود. العملود العملود واحد الوقيته كان في الطوب ديالو كان يمشي هذاك الوليد. انا بالنسبه لي قتلناه حتى مشاش للمنتخب، قتلناه كرويا ماشي شي حاجه اخرى قتلناه. ففاش يكون واحد اللاعب وصل النيفو ديالو صافي تنعيط على المنتخب، عرفتي علاش؟ باش مورال مو يزيد والدري بدا يخدم عاوتاني باش يفكر في حوايج اخرين. بالنسبه لك هذا فيما يخص اللقاء ديال الرجاء، نمشيو للقاء ديال طنجه ونهضر بركان. طنجه اللي الكل يعني مسلط عليها الاضواء على طريقه باش كدبر اللاعبين، المنع الجمع العام باقي ما عندهاش رئيس، ولكن على مستوى الملعب فريق اخر ما كتفهم والو. شنو هي قلتي؟ قلتي المنع، المكتب مسير بلا جمهور كاينش رئيس، الملعب ما كاينش رئيس، وهي الاولى دابا هي الاولى يوبر كان 8-8. هذا باش غنقول لك هذا ارفع القبعه للاعبين والمدرب سير الطير، والمدرب سير الطير واللاعبين يحسب لهم هذه المرتبه لانها عن جداره واستحقاق. ما تقولش لي انا المقابله الاولى سوربرايز، المقابله الثانيه سوربرايز،
ثالثة ربحوا الرجاء سوربرايز أو المفاجآت غتبقى هاك الدور أتابع ما يمكنش هذه كيبان لك بأن هناك شيئا ما كاين مع اللاعبين والمدرب المدرب الميساجير واصل اللاعبين نقول بكل صراحة برافو أرفعوا لهم القبعة برافو لاتحاد طنجة برافو اللاعبين اتحاد طنجة وبرافو للمدرب هلال الطير ما غتقول برافو لتا شي واحد آخر الجمهور دابا كيتسنى بفارغ الصبر انت يعاون هاد اللاعبين وانت يشجع هاد اللاعبين الاخرين تقول لهم كاسياس هذاك برافو هذاك كاسياس دابا اشرحت لك لان هاد الشيء هذا الا تكلمتي على من غرائب كرة القدم راه هادي من غرائب كرة القدم عندي انا فريق اللي مسكين ما عنده مكتب دعمه دابا ما عنده جمهور التيران ديالو ما بريباري المنع ما جاب لاعبين قاضي الغرض باش بمن حضر هذه هي ديال بمن حضر قاضي الغرض المدرب هذا هو المدرب ما وفرتي لي والو انا دابا انا بالنسبه لي مصطفى دابا نشيدو بهذا العمل ولكن استمرار الوقت ولكن ماشي ديال المدرب واللاعبين هادشي اللي قالت لك هذا المدرب واش قال لك اليوم هاد اللاعبين انا غنشكر شي واحد شري هما اللاعبين شري هما اللاعبين والمدرب تيديروا الضغط على المكتب الموسيقي لان حنا عارفين بان بدنيا وبزاف د الحوايج حرقات توصلوا للبريمات توصلوا هادو ولكن على الاقل تيبان لك بان المدرب قدر يتعامل مع المجموعه فاش دير المجموعه في يدك وتيكون تيلعبوا لك وانت تلعب لهم وتلعبوا لاتحاد طنجة هذه حاجه هاد اللاعبين تلعبوا لاتحاد طنجة وتلعبوا المدرب وتلعبوا الامكانيات ديالهم كاين بعض اللاعبين اللي اذكياء ومع مدرب تيكون ذكي علاش اش تقول تقول بانني انا ومع احتراماتي لطنجة لان تنهضروا على المشكل اللي حاصله في طنجة دابا ما طنجة فريق كبير بالناس ديالها باش الناس ما يقولوش انا مشيت لحاجه اخرى ولكن تنهضر معاك بعض اللاعبين تيقولوها اش تقول انت تقول انا بالنسبه ليا راديز وهذه الخيبه لطنجة تقول ناديز لان اللاعب اليوم ما تخلصهمش وصل واحد الوقيته يقول لك رسنا الكونترول شوف حالكم وفين داروا السميه داروا في طنجه قدموا مستويات كبيره بعض اللاعبين تيقول لك احنا لقينا فرصه فين غنلعبوا وانا ما بغيتش حتى طنجه تكون كواحد الممر للاعبين باش يوصلوا للمبتغى ديالهم لا انا نجي ندير معاهم كونترا نوجد لهم فلوسهم انا كمدرب غنشدك خويا شوف راه مخلص اجي اليوم نديروا ماتشات اشنو هو اللهم دابا طنجه واللاعبين تهضروا عليهم عندهم هداف ديال البطوله لاعبين اللي مزيانين تهضر على المدرب اللي السومه ديالو اللي طلعت شويه تهضر على اللاعبين اللي نزلوا تهضروا عليهم واشنو نبدا نخسر ولا نبدا نربح شنو هو الانتصار عند اللاعب هو نبدا نربح الفلوس اللي غناخذهم الجمهور تيقول بان لا كاينين معايا الرجاله والجمهور اليوم ديال طنجه واش عارف انا طنجه واش عارف لان عندي بزاف ديال صحابنا طنجه هوك شنو فاليوم الجمهور ديال طنجه غيدير الضغط على الناس ديال طنجة يعني خصكم تلقاو رئيس وتلقاو لان ها هي فرقه عندنا الى وجدت دابا فرقه اللاعبين اش داروا اللي علينا حنا داروا غطاء ورا الظهر ديالهم حنا رجاله معاكم فاليوم تنقول لك المدرب عرف يتعامل مع المجموعه والمجموعه بالذكاء عرفات بانها اليوم كره القدم هي الخدمه ديالي الا جيت انا اليوم ودخلت وبالطريقه ديالنا تنتمشى في التيران راه غتمشى ولكن شنو المشكل اللي وقع لك المشكل حتى فريق ما غياخذك المشكل بانك غتولي عندك مشكله مع الجمهور انا الجمهور ديال طنجه يعطيك دم ولا بغيتي على قبل ديك الفرقه فهذا الشيء اللي دايرين اللاعبين عارفين بان الظروف صعيبه عليهم ماديا عارفين بزاف الحوايج اللي صعب ولكن هما كمجموعه سدوا عليهم وعطاو واحد العهد لراسهم بانهم غيهزوا طنجه وغيخدموا وخدموا مع الجمهور ويتضاربوا مع الجمهور والجمهور ديال طنجه جمهور اللي راجل غيوقف معاهم اليوم الضغوطات اللي غتكون في طنجه واخا ما تنسمعوهاش كاين الضغوطات اللي غتكون من الالترا ديال طنجه ولا من الجمهور ديال طنجه ولا من الساكنه ديال طنجه اللي تيبغيو اتحاد طنجه غتكون اتجاه جهه واحده تصور دابا انت الجمهور ما شتتيش واحد الوقيته الجمهور خصو يجي عند اللاعبين يكونوا معنا رجاله وديروا حشومه عليكم باش لعب دابا صافي هاد البلاصه مسدوده فيها الرجاله اجي نمشيو نخدموا في هاد الجهه دابا حتى الجمهور العمل ديالهم غيولي سهل في كاين خلل غادي يهضروا مع الجهه دابا اش الخيبه الخيبه يكون عندك الخلل في الفرقه يكون عندك الخلل في التسيير دابا هي الفرقه غادا مزيانه وراه واحد الوقيته اللاعبين يقدروا كما تنقولوا عياو لانه لقاو الوعود الوعود وغيعياو ولكن الى اليوم توجدوا الظروف الماديه بزاف ديال الحوايج فهاد اللاعبين قادرين بانهم على الاقل هاد السنه يديروا واحد الموسم الكبير فنتمنى بان اللاعب ديال طنجة يكون تيفكروا لان التفكير اللي انا بالنسبه لي التفكير ديال اللاعبين المحترفين المدرب عرف يجمع المجموعه فالاحتراف راه هو هذا بواحد البلاصه فيها الهوايه اللي هي المكتب المسير ولا الناس اللي باقي ما وصلوش الحلول في المكتب المسير ولكن تلقى بان اللاعبين تيمشيو تيضربوا على القميص ديال الفريق تيضربوا على قبل المدينه تيضربوا على قبل الجمهور ديالهم مبينين على بانهم هما باغين هاد الفرقه يلعبوا فيها فهذا احسن شيء اللي داروا الناس ديال طنجه ولكن الا بقاو غاديين بهذا الشيء راه واحد الوقيته كاين تقدر تزيد علاش تزيد لان
راه اللاعب ديال كره القدم تيبغي يعيش، لا تتبغي تعيش خصك بريم ديالك، حتى اليوم 10 الصاليرات راه صالير ولا جوج ولا ثلاثه راه ماشي هي ديال 10 و20، وتتعرف اللاعب ديال كره القدم عنده عائله عنده هذه عنده هذه، فتيكونوا الضغوطات اللهم دابا ها هي بلاصه مسدوده من طرف اللاعبين، ها هما سادين فاللي غادي يجي وغادي يبغي ياخذ المسؤوليه في تحت طنجه غادي فرصه، علاش فرصه دابا؟ لان الحمد لله الفرقه دايره دارت، ودابا جمعوا الشمل، دابا الهم ديال كل المسيرين والرجالات والغيون على طنجه هو طنجه، الهم ديالهم دابا ينساو الخلافات الشخصيه وينساو الخلافات بيناتهم ويفكروا فاش اتحاد طنجه، المصلحه ديال اتحاد طنجه، لا فكروا عندي ثقه في الناس والرجال ديال طنجه انهم غيجتمعوا دابا، لان هاد النتائج هادي هي اللي غتجمع الموقف دابا وغتبين بان الفرقه واللاعبين والمدرب كيجمعوا الشمل ديالهم للمسير، هما عاطين واحد الرساله واضحه وضوح الشمس نهار جميل باش نقولوا لهم حنا رغم قله الامكانيات احنا رجال معاكم، هذا اللاعبين مخوش بالفريق، وهو مر الاشاره اربعه المقابلات اربعه الامتحانات قويه اكادير الرجاء الفتح بركه اليوم، وشوف راه ملي دويتي هاد الخصوم اللي واجهوهم راه كلهم خصوم عندهم الاستعداد عندهم الاعداد عندهم الاسلحه عندهم المدرب عندهم الجماهير تيرانهم كلهم واجهوا خصوم قويه، يعني هذه رساله مشفره مباشره لكل من يهمه الامر في طنجه الا وهم المسيرين اللي اليوم يديروا اليدين مصلحه للمجموعه والفريق ولهذا المدرب وجدوا ليه، دابا ملي تعطاته الفرصه هاد النتائج الحمد لله مشات معاه، العام اللي فات الثاني رجع الفريق بعد انه كان غادي يطيح الفريق ورجع، هذا ماشي جا من فراغ ولا جا، راه نتيجه ديك العمل اللي خلاها تبقى، ها هو دابا كاين اللي موجد وكاين اللي مقادل داير كونسونتراسيون وما واصلش وما لاقيش هذا، هذه رساله ما بغيناش نوجدوا نقولوا عندي ثقه في الناس ديال طنجه وفي الجمهور ديال طنجه وفي المكون ديال طنجه باش يديروا اليد في يد مصلحه اتحاد طنجه، لان مدينه كبيره فريق كبير بملعب ان شاء الله اللي غادي ابن بطوطه ملعب توا عالمي وملعب كبير اللي غنشوفوا دائما اتحاد طنجه تبقى في الموعد وتبقى في القسم الوطني الاحترافي ان شاء الله. غادي نمشيو نعطيكم الترتيب بعد اتمام كل الدورات، لان اللي حدد بنهايه لقاءات المؤجله اليوم كيدار الميزاجور البطوله الاحترافيه يعني اتمام كل المقابلات ديال اربع دورات، فبعد نهايه لقاءات اليوم كتولي اتحاد طنجه الى جانب النهضه البركانيه في الصف الاول بثمانيه ديال النقاط، المركز الثالث الجيش الملكي الوداد نهضه الزمامره المغرب الفاسي والدفاع الحسني الجديدي بسبعه ديال النقاط، المركز الثامن اتحاد توارقه الرجاء الرياضي بسته ديال النقاط، المركز العاشر الفتح الرياضي والسوالم بخمسه نقاط، المركز 12 اولمبيك اسفي ب 4 نقاط، والمركز 13 المغرب التطواني وحسنيه اكادير بثلاثه ديال النقاط، المركز 15 النادي المكناسي بنقطتين واربعه ديال اللقاءات اربعه ديال الهزائم ناقص 13 شباب المحمديه في المركز الاخير بصفر نقطه. بالنسبه لهدفي الدوره الى لحدود الساعه فلم تصدر الترتيب، هناك خمسه لاعبين حمزه الجناتي علي الحراق حمزه الجناتي من المغرب الفاسي، علي الحراق اتحاد طنجه، ياسين فاتن دفاع الحسني الجديدي، ربيع حريمات الجيش الملكي، يسري بوزوق من الرجاء ثلاثه ديال الاهداف، امين سيوان من الفتح، معد حاك توارقه، محسن الربجه النادي المكناسي، امين زحزوح الجيش الملكي، زكريا بحرو نهضه الزمامره، خالد باب دفاع الحسني الجديدي، محمد كمال تطوان، وليد ناسي الوداد، ساماكي اولمبيك اسفي، وحمزه الغطاس الزمامره بهدفين، المرابط منصف العامري، مرابط بركان منصف العامري، الفتح انس الضو تورقه، عبد الرحيم خدو الزمامره، وكريم القروش سوالم بهدف واحد. شكرا سي محمد ارمغان. شكرا سي خالد، شكرا الجمهور الكريم. شكرا مصطفى طلحه. كنشكرك خالد، كنشكر سي محمد، كنشكر الياس، كنشكر كل من شاهد وتابع هذا المباشر. ونقول لهم تصبحوا على الف خير. شكرا الياس اللي كان معنا في تامين البث المباشر لهذه الحلقه، شكرا لكل المتابعين، كنعتذروا الا ما قريناش بعض التعاليق ديال بعض الاخوان، على امل اللقاء بكم في مباشر اخر. هذا خالد نورك احييكم، تحياتي.